أول مخرجات وآثار ونتائج وثمار القرار الثوري القوي ياسر اللي خذاه رئيس السلطة القائمة البارح بموجب الأمر الرئاسي اللي قال لك 17 ديسمبر هو عيد الثورة كيف ما هو يقول. صبحنا اليوم الصباح كاتب عام جماعة الحزب في سيدي بوزيد جاي للمقر الصباح كيف العادة باش يحل المقر، يلقى المقر مخلوع. المقر مخلوع، الكوبة طايحة، لقشة من اللوح متاع الباب طايحة، كل المستلزمات وكل ما هو موجود في وسط المقر مبعثر. وبالطبيعة استنجد بالفرقة متاع 197 وجهوه للمركز الأمن متاع سيدي بوزيد المدينة، وجاو عملوا الشرطة الفنية العمل متاعهم، جاو رفعوا كل ما يلزم بصمات وعملوا تصاور متاعهم. المحل اللي مقابلنا فيه ولا بحذانا يظهر لي فيه محامية، معناها بيرو محامي ماهوش مخلوع، فيه يمكن شي هكا أثار وكهو أما ماهوش مخلوع، بيرونا محلول تماما. لهنا نحب نقول للرأي العام، أنا اليوم أني باش نتهم حتى حد، أما يظهر لي الناس كل تنجم تعمل النتائج وتتخلص الخلاصات اللازمة. فقط باش نعطي بعض المعلومات وبعض المعطيات المفيدة ونتصورها مفيدة جدا، ومصرة أنه حقنا المرة هذية ناخذوه، لأنه احنا تعودنا يضربونا يعنفونا يعتديوا علينا ونمشيوا للنشكيو، وبطبيعة ما يتحل حتى شيء وما فما حتى محاسبة وما فما شيء، بالعكس جماعة يترقاو وياخذوا مسؤوليات.